مسرحيات كرتونيه. شنو هي مسرحيات كرتونيه؟ انا وقت اللي حكيت في توسي بوان كوم حكيت على الطفوله اللي عشناها، ثم برشا حاجات غالطه، برشا حاجات غالطه. اش معناتها نعطيك كف سروالك ترخف بالله؟ برص ام لا بالله لا لا لا، ثم حاجات جراف جراف على المهم واحنا صغار ويحبون نطلع شجاع. نعطيك كف سروالك ترخف عليه. وبي انا نحكي لك حكايه خشمك بري تسويه اي سمري شنو هيك المساط هذيك؟ شكون المبدع بالله؟ نعطيك فازات اخرين باهي. نعطيك بونيا نجيبك في بولونيا. تصور واحد حلبك زكار يروح. شنو هي هذيك؟ عليه شنو اين جانب بيداغوجي في التصاور؟ باهي سامحني نعطيك حاجه، نقول لك حاجه. ثم الساعه اغنيه تنبأت بالشيء اللي عايشينه تو، وكان قلنا لك ما تدوخ، غنيناه 35 سنه التالي. تعرف شكون الكلمات؟ بيب بيب عم حبيب هز مرته للطبيب اشرى لها دبوزه حليب. عم حبيب كان يعلم اللي الحليب مش يتقطع بعد 35 من 35 سنه ماناش يلعبوا ناس بكري مش نورمال. فهمتني؟ انا حكيت على الديسا انمي وما بدا تاثيره على الطفل. انا صاحبي راني تفرش الكابتن ماجد قتلني بالكذب، قتلني بالكذب الكابتن ماجد قسما بالله يا نوفل. اي باش يلعب سونتر قعد ثلاث جمعات عامل هكا واحل، عامل هكا اغزر الساعه الكذبه الكبيره واحل. الكابتن ماجد عامل هكا غمض عينيه الساعه جوارات كل واقفين قالوا لحظه ماجد راهو يخمم قاعد يخمم. الناس كل عاملين هكا والله، الناس كل عاملين هكا. ماجد جاب الشوط الكوره تعرف قال؟ قال ساسجل هدفا في مخه في قلبه قال. والله يا نوفل بسام، ثم واحد اسمه بسام كابتن بسام قاعد على السور من غادي لاخر تو قالها في قلبه بس سمع ملك لن تسجل يا ماجد. يا معلم كيفاش سمعوا بس ساعة ليه؟ وشوف بصراحة الكابتن ماجد شاط الكورة، وثم بنية مغرومة بالكابتن ماجد عملت له فو بروفيل و... يا ودي حالة. أي فريق المجد يحيى يحيى فريق المجد فريق المجد عبدته برجت له الكابتن بتاعه شاط. اسمع ولا هذه بالحق صاير بالحق. الكابتن ماجد شاط شوطة قال انها لك يا ياسين هيا ما نجيش نعملها عملك هيا. قلت لك ثلاث سنين اختي عرست بابا خرج ريتريت حاجه جراف جراف. فهمني اسمعني شاط الكوره مشيت الكوره الجوارات الاخرين ديفونسيرات تاع الكابتن بسام الكوره متعديه الساعه الاولاني عملك التو واحد غادي ابارامون والاخر بجنبه عمل لك الكره بتعدي والاخر بجنبه عمل لك ها. اسمع اش قال، قال جمله تاريخيه للموت ما ننساهاش. عمل لك ها انها تمر يمر عيش انها تمر. وهو شو الفازه؟ يبداوا لنا بالديساني مي مدام فهمني يعدوا لنا كوره هكاك ديساني مي باش نهار اخر كي وزير يقطع بشويه فلوس وكذا الشعب كله عمل ها انه يمر. فهمت؟ والله والله دونك دونك انا قلبي معبي نحب نزيد نحكي شوي. اي تفضل. باهي اخطانا من الكابتن ماجد والكابتن وليد. ها الكره جايه ماشيه للبار وهو مش نحكي لك مش نحكي لك اربع سنين ثلاث سنين كل لا لمدي يجري على ما خلط البار الا لوحه والكابتن وليد. اخطانا من الكابتن ماجد خويا. ثم حاجه اخرى قراب الحاجات اللي تفرجنا فيهم قبل فهمني ابار ان قطع ان جو صرفه قطع صرفه جو اي او مش معناتها الله اعلم على الحيط هذيك ده يختاري من هذيك شكلي شكلا فاطمة سرقة. شكون قال لك فاطمة سرقة؟ اختاري من هذه عصفور فوق الشجرة يحسب حتى العشرة وعليه يحسب الساعة عصفور علاش يحسب؟ انت برا طير يا معلم والله يا لو شيء يقهر وبعد يقول شدوني ودرجوه شو عصفور انت برا هذه شو طابع هذه الدوخ طابع سكر في الكياس يحسب حتى ال 11 علاش مش 8 اختاري من هذه برجولية. انا اكثر واحد يلزم الساعة يعملوا له حل بالرسمية. عندك زورو الساعة زورو علمني البهام. انا زورو خويا هو زورو زورو يكمل القضية متاعه يطلع البركون يكمل القضية كل ما ينقز يا نوفل والله كل ما يعمل هكا يجي على الحصان بالضبط. لنهار فاتوا لنهار جاب مخر جربت هذه قسما بالله عندنا زيتونة في البلاد في مدنين وعندنا جحش رجعت الجحش والله وركشت فوق الزيتونة عملت الزرع الجحش هو مشى ديجا عنده لا انطلق طلع مش هو الجحش اللي مشى اللي ينقز حسين. واحد اخر زاد قهرني على الاخر جاكي شون كنت مغروم نكري في الفيديوهات قبل
وانا بغرمك السروال بوغار قبل تعرفوا السروال بوغار صندل لي لون بلاستيك هذاك كنت نحيت ابقى بلاصته والله اسمع عملت عمل مش احلى الساعه توسع بالله سامحني يحبوا يفرقونا هما تو والله قراب اما احنا التوانسه الكل عشنا نفس الحاجات باش نعطيكم حاجات كان كلام صحيح قولوا صحيح ثم حاجات عملناهم التوانسه الكل اليوم مانيش فاهمينهم مثلا ما ثماش تونسي اصيل ما دماغش واحد ولا تدماغ وما حطش البن البن علاش الله اعلم لو فرخ هذيس انا اليوم مانيش فاهم علاش البن نتاع القهوه اي باهي البن ما تفهمش علاش ما ثماش تونسي ما قراش سواء في الابتدائي ولا في الثانوي ما خداش ستيل وفرغوا من المصراعه يا معلم الناس كلها عورناه ما ثمش ستيلو ما ثمش ستيلو ما ثم هو بالحق تونسي ولا ستيلو بصراحه فهمني ما ثمش تونسي ما خدش ستيلو وحشاه في شريطه بدا يدور كل لحظات ذكراه الشريط كي تبلع كاسيت القديمه بعد ثم حاجات بريمون تاريخ مشترك صحيت ما ثمش تونسي ساعه ما خدش سروال الجين قصوا في سيف شورت وعملنا بك الواحد تذكرها أيه. اسمعني بالجبال يا ودي تبع حاجات مش نورمال ويني هذيك ويني يا حسر يا حسر فهمتني عندك جاكي شون زاد لا احترمه خاطر جاكي شون لا والله لا نحترمه ونقولها له ويني كاميرا أيه. جاكي شون ما نحترمكش خويا اوكي خاطر جاكي شون ضريتني على الاخر على الاخر خاطر مره جاكي شون جاب له المتر نتاعو دلاعه رينيه رينيه بومبا على صوابعه هكا عمل بومبا على صوابعه والله يا نوفل ليش عملتها؟ جا لا جاب دلاع ملك انقبها دلاع جربتها بابا جايب دلاع ليبيا كل عرفتوا يا ودي بمطرقه ما يتقصش ومن غير ما سخنت يشوف مول حتى عملت اقعد غادي بيت ديكا متر مربع علاش قريناه يا سيدي؟ انا تجاوبوني 10 ملايين تونسي علاش قررونا الديكامتر مربع يا ودي التونسي ماكسيموم حلم حياته 120 120 متر مربع يسكن فيه تقري فيه في الديكامتر مربع الوين خسايا قري اربعه من الناس ينجموا يوصلوا للديكامتر مربع باهي باهي او اكسون تيغي علاش تقريني فيها على فا اجاني على فا او اكسون تيغي هذيك والله كليت على تريحتين هذيك يا سيدي انا قاري نعرف مثلا اعطيني فازه بالاكسون تيغو تي حاسيل ما عليناش يا سيدي انا قاري الاكسون تيغو نعرف نكتب وفي عركه لحمه عركه في الحومه وجاني واحد راسه قدك واعطاني دماغ نقول له والله على فا اكسون تيغو ثم حاجات لازم بصراحه وشنو هي مدرستي الحبيبه من بيتنا قريبه بالحق شنو هي مدرستي الحبيبه من بيتنا قريبه اللي ثم مدارس اليوم 6 كيلومتر على الدار وين الفتى النظيف ومهذب هذا مهذب ولا لا 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 فوالا تبدا خنينته هكا ويغني مهذب ولطيف سيبري والاو ماكش يبك تونس كل تغني فيها او ماكش يبك عليه يا رسول انا بك بيزدون غني فيها او ماكش يبك ثم حاجات نوفل بصراحه ما تتعداش دونك الجيل هذا الكل تحب تعمله شكسبير اه اللي عشنا هذا الكل ما تقول لي مسرحيه شكسبير تتي عني علي انت تتي عني كخه بالله معناتها كخه الساعه كخه يا مدام قراف راهو والله اش معناتها كخه خبره تبارك الله هذيا الخبره تتكلم بالحق راهو عليس انا تعرف علاش فرحان بالبرنامج هذا لانه البرنامج هذا تورثته اجيال ما تبارك الله المدام بنتها جابت بنيه بنتها الاخرى جابت بنيه معناتها فريمون ثم خمسه قرون